طيب وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين وإخواننا المسيحيين وعمالنا عندنا مناسبات كتيرة قوي حلوة الحقيقة. رمضان إن شاء الله كله جاي مع بعض علينا إن شاء الله. إن شاء الله تبقى أيامنا كلها أعياد. أيوة صحيح صحيح. أستاذ أحمد ربنا يخليك أستاذ أحمد، قمة الحزام والطريق لما نتكلم عليها هنا كاستثمار وكتبادل تجاري و لفت نظر حضرتك إيه في هذه القمة؟ والله الأول الحقيقة من الواضح إن احنا يجب أن نستغل أولا الحزام والطريق، نعم، وثانيا العلاقة المتميزة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء العالم، ودي بتتضح دائما في زياراته اللي بيبقى فيها تجمعات ومجموعات كثيرة من الرؤساء. نعم. الحقيقة الحزام والطريق دي أهم حاجة في تقديري ليها، نعم، إن تبقى مصر هي المدخل لأفريقيا، بمعنى ان احنا يعني لابد ان احنا نسعى بسرعة ان احنا نستكمل البنية التحتية، وخاصة ان فخامة الرئيس النهاردة بيرقص الاتحاد الافريقي. حضرتك بتكلم البنية التحتية افريقيا ولا بتكلم في مصر عشان ابقى؟ لا 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 افريقيا بقى، استكمالها في افريقيا. تمام، عشان بس الكلام يبقى واضح. اتفضل. احنا عندنا النهاردة طريق يربط الشمال والجنوب اسكندرية، نعم، كيب تاون، وهذا الطريق يمكن فاضل فيه حوالي 300-500 كيلو في بعض الدول، لابد ان احنا نصرف. في نفس الوقت بقى عشان نزود من الأهمية، لابد ربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي. ازاي؟ طريق يدخل من سفاجة او من حلايب في مصر لنجمينا في تشاد. من نجمينا في تشاد اوريدي في طريق اوتوستراد بيربط بين نجمينا ودكار. يبقى احنا دخلنا على كل الدول حبيثة، نبقى احنا المدخل الرئيسي لطريق الحرير قارة افريقيا، وبالتالي هدي هتنعكس تماما ان احنا عندنا دلوقتي المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، نعم، اللي هي ان شاء الله هتبقى مركز للتصنيع من اجل التصدير ومركز لوجستي عالمي، استغلالا للموقع اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبه لمصرنا الحبيبة. أيوة. فأعتقد أن ده الدور اللي علينا أن نستكمله في المرحلة القادمة، ونستفيد من طريق الحرير بهذا الطريق. طيب أستاذ أحمد، هل كاتحاد بقى للغرف التجارية، هل في خريطة، في التخطيط، في رؤية استراتيجية لحضراتكم كغرف تجارية ازاي نستثمر هذه القمة، وازاي يبقى فيه بالفعل توسع لحضراتكم في العلاقة مع الصين؟ انا هنا بتكلم عن الصين تحديدا. والله انا كان لي الشرف اني حضرت ممثلا عن القطاع الخاص الافريقي بصفة رئيس اتحاد الغرف الافريقية للزراعة والصناعة والتجارة، نعم، والمهن الحرة في مؤتمر الصين افريقيا منذ 6 شهور. تمام. نعم. وكان حاضر فخامة الرئيس و35 رئيس دولة، والسيد رئيس شي رئيس جمهورية الصين. نعم. وفي كلمتي قلت التصور اللي بقوله لحضرتك ده على انه ده احد الاهداف، هو النهاردة عشان اتواصل مع افريقيا الطريق البنية التحتية، الطريق واللوجستيات، نعم، فيما عدا ذلك تبقى الكلام غير موضوعي. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجة، اما جت تركيا في 2011. طب استأذن حضرتك في حاجة استاذ.